أهلا بكم. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الغارات التي تشنها قوات التحالف باليمن والتي تزيد من معاناة سكان البلاد. جاء ذلك بعد تزايد أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف العربي، وحديث مصادر أممية عن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز يتجه إلى اتخاذ قرار بشأن إدراج التحالف العربي في اللائحة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا حققت غارات التحالف العربي بعد ما يقارب 3 سنوات من الحرب؟ وهل حقا بات المدنيون المستهدف الرئيس لطائرات التحالف؟ تزايدت أعداد الغارات الجوية الخاطئة التي تنفذها طائرات التحالف العربي في محافظات عدة، سواء تلك التي تشهد مواجهات أو التي تشهد تهدئة عسكرية. الغارات تتسبب في سقوط عدد كبير من المدنيين. هذا الأمر أثار حالة من السخط الدولي والشعبي فيما يخص تناقض الضربات مع الأهداف المعلنة للتدخل في اليمن. مراقبون قالوا إن هذه الأخطاء لا تؤثر في كونها تشكل تهديدا لحياة المدنيين فحسب، بل إن لها انعكاسات كارثية على مستقبل الحل السياسي بعد أن بات تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع يستغل ورقة السخط من التقاعس الحكومي تجاه هذه الانتهاكات لتحريض السكان على القوى المؤيدة للشرعية والتحالف العربي. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لا يوجد هدف واضح أو معلن، أو هكذا بات المشهد بعد مرور سنوات على التدخل العربي في اليمن. ضربات كثيرة بلا طائل، معظم المستهدفين فيها مدنيون. أما حقيقة الأهداف العسكرية فأصبحت مجرد تصريحات إعلامية يتم من خلالها تخفيف السخط المجتمعي. هذا ما يقوله الواقع بعد ما يقارب 3 سنوات من حرب بدأت دون أن يكون لها محددات نهاية. حرب استهدفت كل شيء وجعلت من المدنيين الخاسر الأكبر فيها، وفاقمت الوضع الإنساني وحولت اليمنيين إلى مجرد أرقام في تقارير دورية تحكي واقع مأساة لم تتوقف عند حد معين. فلا يختلف قصف الميليشيا عن الضربات الجوية، ولا يتغير في المعادلة غير أرقام الضحايا. في الجديد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الغارات التي تشنها قوات التحالف العربي باليمن والتي تضاعف معاناة سكان البلاد. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغريك أوضح أن الغارات تسببت في المزيد من المعاناة للمدنيين، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني وتجنيب المدنيين الصراع. وفيما تتسع دائرة أخطاء الغارات الجوية، قالت مصادر أممية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش يتجه إلى اتخاذ قرار بشأن توصية بإدراج التحالف العربي في اللائحة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات. ومع تزايد الأخطاء وسقوط المدنيين يوما تلو الآخر، يجد مراقبون أن الحاضنة الشعبية للشرعية تأثرت بشكل سلبي بعد أن بات معظم المؤيدين لها ينتقدون أخطاء التحالف بحق المدنيين ويضعوا ذلك في سياق جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم أو يتعذر التغاضي عنها. لم يتوقف الأمر عند هذا السخط المحلي والدولي، بل إن سقوط العديد من الضحايا جراء الغارات الجوية كان له تأثير سياسي على الرأي العام، الأمر الذي جعل من تحالف الانقلاب أكثر حرصاً على الاستفادة من الأخطاء واستغلال ذلك كورقة ضغط في أي مفاوضات من شأنها تحديد تسوية سياسية أو حل سياسي في المستقبل. مجدداً ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من ماليزيا الكاتب الصحفي فاروق ثابت. أهلاً بك أستاذ فاروق. أهلاً وسهلاً، ونشكركم على التطرق لمثل هذه الموضوعات، لأننا الآن في اليمن نعاني من هذه المشكلة الكبيرة. نعم. التي بات الكثير منها، يعني الكثير من اليمنيين منها يعاني من طيب أستاذ فاروق، هذه المشكلة الكبيرة ولا يستطيع. يعني دعنا نبدأ بالحديث عن ضربات التحالف العربي التي تتم بداخل الأراضي اليمنية، كيف تنظر لها أنت من حيث تقدير حجم الأضرار الناجمة عنها؟
الضربات الجوية الحافلة أولا بدأت ونظرنا لها من منظور أنها يعني ضربات خاطئة بحكم أن المنطقة منطقة حرب وبحكم أن السماء مغلقة وكل المناطق اليمنية أي يعني تحت صراع الحرب وكثير والتحالف له كثير من الأهداف. لكن مع مرور الوقت كنا نتمنى أن يتجاوز الإخوة في التحالف هذه المشاكل، لكن مع مرور الوقت زادت هذه الضربات الجوية لاستهداف المدنيين على أساس أنها في الخطأ، ونحن لا نستطيع أن نبرر أنها في الخطأ. لكن الكرة في الملعب أو تتحمل هيئة عدد الأركان اليمنية، وكنت أتمنى أن تستضيفوا أحد المسؤولين في رئاسة هيئة الأركان اليمنية لأنهم هم المعنيين برفع الإحداثيات للإخوة في التحالف، ومن ذلك سنعرف ما إذا كان يعني ما هي سبب المشكلة بالضبط، هل المشكلة مهنية أم هل المشكلة يعني الإخوة في هيئة الأركان الناس الذي يرفعوا هذا ليس لديهم الخبرة أم أنه الطيار يخطئ أم ماذا بالضبط، يعني حتى يتم معرفة الأمر بشكل أوضح. يعني أنت الآن توجه الإشكال يعني أو يعني تقول أن الجهة المسؤولة عن هذا الأمر في اليمن هي هيئة الأركان برأيك؟ أيوة، يعني يوضح لنا هل هذه الضربات تتم بمعرفتهم، هل هم الذين يرفعون هذه الإحداثيات، على ماذا يعتمد التحالف في ضرب المدنيين أو على ماذا يعتمد التحالف في ضرباته الجوية، هل لديه غرفة عمليات مشتركة بينه وبين هيئة الأركان، ثم إذا كان لديه غرفة عمليات مشتركة من هو الذي يرفع الإحداثيات، ثم إذا كان هناك من يرفع الإحداثيات هل الذي يرفع الإحداثيات لديه خبرة فنية في هذا الموضوع بحيث يستطيع أن يحدد الهدف بدقة. الذي يحصل مثلا من غير المعقول أن نستطيع أن نتكلم أن إنسان عاقل رفع الإحداثية لسوق في الظهيرة في وقت الذروة لسوق فيه كثير من الناس مثلا في تهامة، وأن تأتي في الصواريخ لتقصف السوق وتحرقه وتقلبه رأسا على عقب وتحرق كل من فيه، يعني هذا الامر غير الانسان غير عاقل او انسان غير سوي الذي سيرفع بهذا بانه يعتبر هدف. يعني الان نحن استاذ فاروق يعني عندما تتم ضربات خاطئه كثيره ما تتحدث قياده التحالف على انها تضرب بحسب هذه الاحداثيات، يعني انت تتفق مع المعلومات التي تقولها قياده التحالف بالقاء المسؤوليه عن يعني الجهات التي تقدم المعلومات من الطرف اليمني في المسؤولية عن الضربات التي تطال المدنيين؟ يا أخي التحالف لديه تواصل فني مع رئاسة هيئة الأركان، والجهة المعنية في رئاسة الأركان هي التي ستحدد ذلك، هي التي تقول هل يتم هذا الضرب يعني بموجب معلومات ترفع من لديها أم لا، وإذا كانت معلومة ترفع لديها هل المعلومات التي رفعت إليها يعني من لديها إلى التحالف تم ضربها بدقة أم أن الطيار أخطأ والطيار عديم خبرة، هنا سيحدد الأمر بوضوح ومن ثم سيتم تحديد المشكلة ووضع الدواء أو وضع الدواء على الداء أو وضع الدواء على البلسم. لكن أن يحمل التحالف هيئة الأركان وهيئة الأركان تعمل موضوع أو ما إلى ذلك لن نصل إلى نتيجة. نحن الآن شارفنا على يعني دخلنا في ما بعد السنة الثانية من الحرب وما زالت المشكلة تتفاقم، بحيث المواطن اليمني يعني المواطن اليمني بات يعني مستهدف بالضربات سواء كان خاطئ أو كان غير خاطئ، نحن لا نستطيع الحكم على ذلك. فيما الكارثة فيما المنطقة التي تشهد المعارك الضارية مثلا كتعز تقصف بالدبابات والمدفعية ليلا نهارا، والقصف الطيران في أماكن أخرى مثلا في الوازعية يضرب سيارة أو يضرب مخيم أو يضرب سوق تهامة أو يضرب مكان للعزاء أو يضرب مكان للعرس أو يضرب ما إلى ذلك، يعني هذه المسألة كارثية. إذن طيب يعني إذا ما تحدثنا عن الأمر كظاهرة أو كأحصائيات أيضا بالنسبة لهذه الضربات إلى الآن، هذه الضربات التي استهدفت مدنيين كم يمكن القول أنها أسهمت في القتال الدائر في اليمن أو في تفاقم هذا الأمر بالنسبة للمدنيين تحديدا؟
بالنسبة للمدنيين يعني طول أمد الحرب وعدم الحسم للمدنيين هذه أعطت الإحباط للمدنيين وقالتهم يشعرون بغصة وخلقت قوة كبيرة بين المواطن اليمني وبين التحالف حتى وبين الشرعية نفسها لأن اليمني الآن المواطن اليمني أصبح لا يثق بأحد وأن يعني الليلة يعني اليوم كالبارحة يعني لا يوجد أي جديد بالنسبة لهم صح هناك تحركات على الميدان وصح هناك لا لكن لا يوجد حسم ويوجد أخطاء يذهب ضحيتها المواطن المواطن الآن يعيش بين نارين نار الصراع الحرب بين الطرفين والنار الأخرى التي هي الفقر والتشرد والنزوح والمرض شقائها الكوليرا والملاريا وما إلى ذلك وإضافة إلى ذلك إذا سلم المواطن من هذين النارين تأتي له نار ثالثة من السماء أي ضربة قد يتعرض لها سواء كان ضربة قذيفة مدفعية من قبل الحوافش أو من قبل أو من صاروخ من قبل التحالف يعني هو يحمل روح على كفيه في أي لحظة قد يفارق روحه لذلك لا يأمن أن يخرج من المنزل أو حتى أو حتى وهو داخل منزله. طيب دعنا يعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فاروق دعنا نشك معنا في الحوار من الرياض الأستاذ حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة أهلا بك أستاذ حمزة أهلا بك عزيزي تفضل حياكم الله سيد حمزة يعني إذا ما نتحدث على طبيعة الأهداف المعلنة ب يعني لتدخل التحالف العربي إلى الآن في اليمن هناك تفاقم في السخط أو النقد بالنسبة لهذا التحالف على المستوى الأممي وهناك بيانات للأمم المتحدة والمتحدث باسمها باسم الأمين العام ستيفان دوجيريك حول ذلك إذا ما جئنا لتحديد ماذا تحقق من أهداف معلنة حتى الآن كم هي نسبة ذلك إلى طبيعة كل الأهداف أولا طبيعة العمليات العسكرية كما يعرف الجميع لا يمكن أن تقسم في يوم وليلة العمليات العسكرية بالذات في مسرح عمليات مثل اليمن صعب وفي ظل تداخل بين المدني والعسكري والمعسكرات في قلب المدن وفي ظل تمترس الميليشيا خلف الأهداف المدنية كلها تصعب من مهمة التحالف والشرعية في إعادة الدولة ونحن نعرف أنها تحكمها يعني قيم أخلاقية قبل أي شيء حتى الوصول للأهداف العسكرية الأمر يعني لا يقرأ بالطريقة البسيطة أنه يعني أن 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 أنها الأمور يعني لم تحسن بعد الأمور يعني تتجه كل يوم الحكومات تستطيع أن تفرض سيطرتها بشكل أكبر ترتب أمورها تعيد ترتيب أوراقها في عدن وفي المناطق المحررة بينما على المستوى الآخر الانقلاب فشل إلى غير عودة اليوم الحديث كله كيف يتم إنهاء ما تبقى من هذه المهمة وهي مهمة إعادة الشرعية سواء بطريقة سياسية أو بطريقة عسكرية الحوثي اليوم التفاوض يتم على تسليم استلام من الحديدة من الحوثيين على تسليم أيضا بعض المناطق التي تحيط في تعز وأيضا الحديث أيضا يتم على موضوع كيفية إخراج الأسلحة من الحوثيين لم يعد النقاش يتحدث عن إبقاء الحوثيين كقوة أو وصالح كقوة مسيطرة على اليمن لا يمكن طبعا بطبيعة الحال إلغاءهم من المشهد بشكل كامل لكن سحب السلاح وإخراج من قاموا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هي أحد الأولويات التي يقوم عليها النقاش وإنهاء الانقلاب بشكل كامل حديث من الأمر من جانب واحد غير صحيح أنتم تعلموا بأنه المنظمات الحقوقية في اليمن هناك شكوك كبيرة جدا حول عملها والمنظمات بالذات منظمات حقوق الإنسان هناك ألف علامة استفهام حول عملها وحول طريقة عملها وطريقة رفعها للتقارير وحديثها ونقلها للواقع من الأرض هناك يعني شكوك كثيرة وهناك اتهامات كثيرة بتحيزها وعدم حياديتها هناك يعني تعاطي غير منصف مع الأحداث في اليمن وهناك نقل مبالغ فيه في بعض الجوانب وهذه الأمور كلها يعني تعطي صورة غير صحيحة للإعلام وما نلومه نحن ونقول أنه يؤخر أمد الصراع ويصعب الأمور أكثر طيب دعنا أستاذ الكمالي دعنا نشرك معنا في الحوار الكاتب والناشطة الحقوقية سماح الشغدري التي تنضم لنا عبر الهاتف من ألمانيا أهلا بك أستاذة سماح أستاذة سماح نعم معك أهلا وسهلا لعلك أهلا بكم إذا لعلك سمعتي لما تفضل به الأستاذ حمزة الكمالي ضيفي من الرياض إذا هناك يعني حديث على طبيعة بالنسبة لهذه المعارك والأمر لن يحسم في يوم وليلة كما قال لكن على صعيد آخر هناك الكثير من تصاعد السخط بالنسبة
حالة حقوق الإنسان في اليمن وطبيعة الضربات الجوية التي تتم، بالنسبة لك كيف هو الأمر؟ الانتهاكات التي تحدث من قبل قوى التحالف فيما يخص المدنيين والبنى التحتية المدنية، هذا أمر ليس بجديد وليس يعني حديث الساعة ولا اللحظة. هذه انتهاكات يعني منذ أول الضربات ومنذ اللحظات الأولى لحرب السعودية على اليمن بحجة القضاء على الحوثيين، وهم يستهدفوا المدنيين بالدرجة الأولى. إذا ما بحثنا في الإحصائيات والتقارير الموجودة من قبل منظمات المجتمع الدولي سواء الخارجية أو الداخلية، فإن أغلب الضحايا الموجودة ومن لقوا حتفهم هم من النساء والأطفال، وأغلب البنى التحتية التي ضربت هي بنى تحتية مدنية، أسواق ومستشفيات ومدارس ودور خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للمكفوفين وشوارع، وحتى المقابر لم تسلم من هذه الضربات الغوغائية والهوجاء التي ليس لها هدف وأصبحت حرب فوضوية وعبثية تخدم بالدرجة الأولى الطرف الذي تدعي السعودية ومن معها أنهم يعني أقاموا الحرب من أجل يعني القضاء عليه. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ سماح. أعود إلى أستاذ حمزة الكمالي. إذن أستاذ حمزة، هناك كما سمعت هناك نوع من تزايد السخط حول هذه الضربات، 3 أعوام وإلى الآن يعني لم تبدو الخارطة واضحة بالنسبة لكيفية الآلية التي سيتم فيها حل الوضع في اليمن. هناك جمود على المستوى السياسي، هناك ربما تكبل لأيدي التحالف والشرعية على الأرض على المستوى العسكري. إذا ما تحدثنا عن الواقع السياسي، استغلال جماعة الحوثيين لهذه الأخطاء، يعني الانقلابيين يستغلون ذلك للتأثير على الرأي العام الدولي وحتى المحلي في التحشيد ضد الشرعية والتحالف، أليس من الأفضل أن تقنن مسألة الضربات الجوية أن تتقنن هذه الضربات بشكل يساعد الشرعية في المقام الأول؟ أولا الحديث أنه الحرب عبثية يعني حديث يعني غير صحيح وغير سليم تماما. لم يطلب أحد الحرب ولم يسأل أحد عن الحرب ولم يسأل أحد عن الحرب كما سعى عليها الحوثي وفعله، وحتى عندما أتت مبادرات لإيقاف الحرب وإنهاء الصراع والوصول إلى حل سلمي شامل أكثر من وقف مع ضدها وعرضها هم الحوثيون، وأكبر دليل على ذلك المبادرة الأخيرة التي قدمها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد التي تخص منها الحديدة والمرتبات والتي قبلت بها الحكومة الشرعية على مضض، لكن الحوثيون وصالح رفضوها ولم يقبلوا بها. لا يحق لأحد أن يتحدث بأننا طلبنا الحرب وبأننا قلنا نريد الحرب. يجب أن يلقى اللوم فقط على من سعى إلى الحرب وعلى من اقتحم العاصمة ومن رفض الحل السياسي مرارا وتكرارا. الحديث بأن التحالف يستهدف المدنيين يعني بطريقة مقصودة حديث غير منطقي. هناك أخطاء تقع ونحن نعلم بأن هناك أخطاء تقع ويتم التحقيق فيها ويتم النظر فيها، وهذا أمر يحصل في كل الحروب، ونحن نأسف ونشعر بألم كبير على المدنيين لأنه لا نتمنى لا الشرعية ولا التحالف أن يسقط أي مدني واحد، وهذه يعني بشكل رئيسي هذه الحملة العسكرية هدفها هو تخليص المدنيين من سيطرة الحوثي والصالح، لأنه الحديث عن أنه يعني أن التحالف يستهدف المدنيين بشكل مباشر، التحالف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضر نفسه وأن يستهدف نفسه وأن يكون هدفا للمنظمات الدولية عبر ارتكاب أخطاء بهذه الطريقة. الأمر المهم هنا الذي أريد أن أعلق على ما يتعلق بالعمل العسكري، يعني نحن نعلم جيدا بأن الحوثيين والصالح لا يريدون السلام وأنهم مستفيدين من الحرب. نحن نقول بأنه قطع الدعم الاقتصادي عن الحوثيين والصالح عبر يعني عبر سحب ميناء الحديدة منهم وعبر تنظيم موضوع صرف الرواتب وإلزامهم بإعادة الإيرادات كلها إلى لجنة معينة سواء الحكومة الشرعية أو حتى إلى لجنة يتم تشكيلها بالتوافق مع الأمم المتحدة لتسلم الرواتب من الناس ولتقوم بإنهاء معاناتهم، يجب أن يكون هو موضوع النقاش، يعني لا يجب أن يذهب النقاش في منحى آخر. الأمر المهم هنا أن الناس يعانون، الناس يتألمون وعشر أشهر أو سنة كاملة بدون رواتب، ويجب أن تنتهي هذه المعاناة. الناس يعانون على مستوى الخدمات، يعانون على مستوى أيضا الإدارة العامة للدولة في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون، يعني لا يجد الناس البترول، لا يجد الناس الغاز بأسعار مرتفعة، وأيضا لا يجد رواتبهم. لذلك يجب أن يكون الضغط حاليا سواء من المجتمع الدولي أو من القوى المتواجدة والتي تتحدث أنها تريد السلام بالضغط على الحوثيين وصالح للذهاب نحو السلام الحقيقي والسلام الدائم وليس مجرد اتفاقيات هزيلة كما تعودنا في الفترة السابقة.
أشكرك أستاذ حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إلى الكاتب الصحفي فاروق ثابت، والمعذرة على الإطالة أستاذ فاروق. إذا التحالف العربي، يعني إذا ما ركزنا على نقطة الضربات الجوية، التحالف العربي قد اعترف بمسؤوليته عن بعض هذه الضربات، لكن على الرغم من هذا الاعتراف يعني إلى الآن لم نشاهد اتخاذ أي إجراءات جبر ضرر بحق الضحايا، برأيك لماذا؟ والله يعني اشتبك يعني جبر الضرر، يعني قصدك انه يعوض الضحايا او كيف يعني؟ يعني هناك اعتراف بمسؤولية على ضربات خاطئة، اذا اليس من نعم يعني أيوة. من الطبيعي ان يكون هناك تعويض ويعني حل لهذه الإشكالية بشكل او باخر؟ أكيد لابد أن يكون ذلك، وهذا الأمر أصلاً متعلق بعلاقتهم مع الشرعية. لابد أن تكون هناك مثلاً كوزارة حقوق الإنسان والحكومة، لابد أن تكون جهات هناك غرفة عمليات مشتركة بمثل هذه الأحداث، لابد أن تغطيها، لأنه بطبيعة الحال هم في حرب وهم في سماء مفتوحة على الطيران الحربي لضرب كل الأهداف، أما الأهداف المتحركة وفي المعارك ليست الأهداف المدنية وكذا. ومع ذلك هم يقولوا أنها خطأ، إذن يجب أن يحددوا ما هو الخطأ ويجب أن يحلوا المشكلة دون أن تتفاقم، بحيث يعني معهم غرفة عملية، مثلا لديهم غرفة عملية مشتركة يعرفوا أين هو الخطأ بالضبط، حتى يحدوا على الأقل من كمية الأخطاء التي يقولوا أنها أخطاء أولا. ثانيا تعويض الضحايا عن طريق جهاز من قبل تحديد الحكومة للتواصل مع الجهات التحالف لتعويض هؤلاء الضحايا. طبعا ولا يوجد يعني لا يوجد اي تعويض يعني في الدنيا او في العالم يقابل تعويض دم الانسان او يقابل تعويض روح الانسان، لكن في الاول والاخير هم في مساله حرب وهذا لا يبرر لهم. ومع ذلك لابد ان تتحمل الحكومه اليمنيه مسؤوليتها، وهذا يعتبر جزء من المسؤوليه كاقل واجب انساني واخلاقي وواجب رسمي كحكومة لتعويض هؤلاء الضحايا الذين يتعرضون صباح مساء لمثل هذه الضربات الجوية، وإن كانت بعيدة كل البعد عن أماكن المعارك. أشكرك إذن الكاتب الصحفي فاروق ثابت، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. وبالعودة إلى الأستاذة سماح الشغدري، أستاذة سماح، إذن هل يمكن لأي تسوية سياسية في اليمن أن بالأخير يعني هناك ضحايا يعني حصل بحقهم انتهاكات بداخل البلاد، أي تسوية سياسية هل يمكن أن يعني تحفظ حقوق هؤلاء أم لا؟ عفوا أستاذة سماح، معك أيوة نعم، كنت أتحدث سؤالك؟ كنا نتحدث يعني الآن يعني بعد ما نشاهد ضحايا ليس فقط لطائرة يعني لطيران التحالف، هناك ضحايا بجميع أشكال الانتهاكات في اليمن ومن ربما من أكثر من كل الأطراف بحقيقة الأمر. إذن في أي يعني إذا ما تم تسوية سياسية مقبلة بشكل أو بآخر أو تم حل هذا الوضع بالنسبة للضحايا، كيف يمكن أن ينصفوا بعد هذه الانتهاكات بحقهم؟ أولا يجب أن نعترف أن هناك ضحايا، وليس كما يدعي حمزة الكمالي ومن يشبهونه من أدعياء الرياض، أن يعني السعودية بنفسها تعترف أن هناك ضربات جوية استهدفت مدنيين. التقارير المنظمات المجتمع الدولية بما فيها الأمم المتحدة التي يعني الحرب هذه تحت مظلتها اعترفت أن هناك انتهاكات جسيمة يعني ضد المدنيين الموجودين في اليمن. يعني إذا ما تم الاعتراف أولا بأن هناك ضحايا في البداية، سوف يتم تعويضهم لا شك عن كل يعني ما أصابهم من يعني آثار نفسية وآثار اقتصادية وفي البنى التحتية، وتعويضات يعني في الإعاقات التي حصلت لهم أو في الضحايا يعني الذي انتهوا بسبب الضربات. يعني من المعيب الدفاع بشكل فج ومقزز ومقرف عن انتهاكات تصدر من يعني على 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 أهلنا وبلدنا وترابنا، من المعيب. الأفضل أن نسكت ولا نبرر بشكل قبيح ومقرف. هذه انتهاكات يعني القانون الدولي لا يمكن أبدا أن يتجاهلها أو يتجاوزها. يجب أن يقاضى كل شخص
يعني انتهاك حقوق الناس، سواء أولئك الذي يعتبر محتلين في الداخل وهم الحوثيين، أو الضربات الجوية التي استهدفت المدنيين بالدرجة الأولى. 70% من الضربات الجوية التي قامتها السعودية من بداية 2015 إلى الآن استهدفت البنى التحتية المدنية والمدنيين بالدرجة الأولى. ويعني أنا أريد إحصائيات، يعني استهدفت فعلا مراكز عسكرية وقضت عليها، استهدفت قياديين سواء من أولئك أو من الطرف الآخر المتحالف معهم، كل الذي ماتوا وقضوا حتفهم بطريقة بشعة ومقرفة في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت في منتصف الليالي هم مواطنين ونساء وأطفال عزل عزل. أشكرك إذن أستاذة سماح الشخدري الكاتبة والناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا، كما وشكم موصول لكم مشاهدين الكرام. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.